ذلك نكمل هذا النقاش. ويوجد اعتراض على أي شيء في ذلك، واحترامي واضح لهذا الأمر، لكن لا يوجد أي مؤسسة ترى نفسها أعلى من البرلمان. لكن أنتم تجلسون وتقولون أن هذه الأصوات سارية لأجل اعتراض واحد من الحزب الحاكم. على أي أساس وقع هذا؟ القاعدة لا تتغير لأي واقع، هي قاعدة. نحن لجنة الانتخابات تغير القوانين وتغير القواعد القانونية، ونحن لا نقبل هذا أبدا. لا، نحن نحترم قرار الشعب، لكن أرى أن المحكمة لجنة الانتخابات تضلل على النتيجة، وهذا يمثل تجاوز للضمير والوجدان. من الذي وقع بذلك؟ ليس المواطن، لكن مؤسسة، هي مؤسسة الانتخابات العليا، هي مسؤولة عن أمن هذا التصويت، هي تؤدي إلى مناقشات حول النتيجة. ما هذا؟ نحن شعب كبير، نحن نريد أن نكون أقوياء في الخارج وفي الداخل. لابد أن نأخذ حقوقنا من الصغير، لابد أن نتحدث بثقافة الحقوق في المؤسسات. أي خطأ يحدث يصبح الاستفتاء محل النقاش، وأي قرار ضد القواعد يؤدي إلى النقاش حول نتيجة الانتخابات. وسنقوم متابعة هذا الأمر لآخره، لن نتركه. أشكركم جميعا. شكرا. لا يوجد أسئلة.